أهلا، أنا حكيم. يلا نكمل قصتي مع الألم المزمن. رجعت لكم اليوم بأداتين مهمة وبتساعدكم أكثر عشان تتكيفون مع ألمكم. الأداة الأولى والخطوة الأساسية في إدارة الألم هي التعلم والفهم. إذا جينا نفكر بالألم، بنلاقي الناس يتوقعون أنهم لازم يختارون مسار واحد من أصل ثلاثة. الأول، مبدأ ما فيه عافية بدون ألم. الثاني، ألمك يحدد طريقك. والثالث هو الطريق اللي نادر يختارونه الناس. خلك معنا وبنتكلم عنه بعد شوي. خلينا الحين نبدأ بالأول، ما فيه عافية بدون ألم. أكيد في مرة رحت لشخص واشتكيت له من منطقة تألمك في جسمك، وكان ردها عليك بأنه معلش أصبر وتحمل، أو كل الناس تتألم، أصبر لأن ما فيه عافية بدون ألم. كلمات مثل كذا غالبا ما راح تساعدك في تخفيف ألمك، وحتى لو كانوا بعض الناس ما يتضررون من ممارسة الرياضات العالية الشدة دامهم على وعي كافي بأي ألم ممكن يحسون فيه، إلا أن هذا المسار ما ننصح فيه. والمسار الثاني، ألمك يحدد طريقك. هذا المسار ما راح ينفع أغلب الناس اللي يعانون من الأمراض المزمنة. يعني لو تركت ألمك المزمن يتحكم فيك ويحدد طريقك، ما راح تنجز أي شيء. إذا خليت ألمك يحدد طريقك، هذا يعني أنك قاعد تستسلم له، تخليه مديرك وتخاف منه أكثر وأكثر. المسار هذا ما ننصح فيه، لأننا نبي السيطرة تكون بيدك مو بيد ألمك. المسار الثالث والأخير، وهو اللي قلنا بالبداية أنها الطريق اللي نادرا ما يختارونها الناس، هو أنك تفهم الألم حتى تؤمنه وما تخاف منه أو تهرب منه. هذا هو المسار اللي راح يساعدك تتعافى بإذن الله. الحين بنذكر لكم بعض النقاط المهمة عن مفهوم الألم. 1. كل الناس يقدرون يفهمون الألم، حتى الأشخاص الغير مختصين. 2. إذا تعلمت وفهمت الألم، راح يقل التهديد اللي جاي منه. إذا قل التهديد، بتقل الحماية المبالغ فيها من دماغنا، وهذا بدوره راح يساعد على استعادة وظائف الجسم الحركية الطبيعية. 3. إذا جمعت ما بين تعلم وفهم الألم مع النشاط التدريجي، هذا راح يساعدك في زيادة قدرتك البدنية وتقليل مستوى ألمك وتحسين جودة معيشتك. واحد من أهداف تعلم الألم هو تحفيز شيء اسمه التعلم العميق، والمقصود فيه أنك تتعلم معلومة معينة، تحفظها وتفهمها وتطبقها على حياتك. والمعاكس له هو أنك تتعلم معلومة بدون ما تفهمها وتفهم السبب وراها، أو حتى بدون ما تدمجها بحياتك، فيسمى التعلم السطحي. عشان كذا لا تسأل عن اللي يقلل الألم وفقط، حاول تفهم قدر المستطاع عن كل مسببات ألمك. تذكر، المعرفة هي المنقذ العظيم. خلك معي الحلقة الجاية، باقي قصتي ما انتهت.